الأناضول قبل العثمانيين. كانت بلاد الأناضول أو آسيا الصغرى من ضمن أملاك الإمبراطورية البيزنطية قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام قضى على الإمبراطورية الفارسية وانتزعت الدولة الإسلامية من الإمبراطورية البيزنطية بلاد الشام ومصر ثم سائر الشمال الإفريقي، وتمكن المسلمون من انتزاع أجزائها الشرقية من أطراف أرمينيا. ومن ناحية أخرى حاصر المسلمون القسطنطينية منذ عام 50 للهجرة في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، غير أنهم عجزوا عن فتحها، وتكرر الغزو مرات ولكنهم لم يوفقوا فيه، وبقيت قاعدة للإمبراطورية البيزنطية، وبقيت ذرى جبال طوروس حدا فاصلا بين المسلمين والبيزنطيين مدة أيام الدولة الأموية، وقد أقيمت الثغور على تلك الذرى، وتتعاقب الصوائف والشواتي على تلك الثغور وعلى أعمال الغزو والجهاد التي ما انقطعت. واشتهر من القادة مسلم بن عبد الملك ومروان بن محمد بن عبد الملك الذي أصبح خليفة فيما بعد. وجاء العباسيون وعملوا على توطين أقسام من جيش خراسان في الأجزاء الأناضولية الخاضعة لهم، وكان الخليفة المهدي يستقدم الأتراك من فرغانة وبلخ ويسكنهم الثغور، وكلها في المنطقة الجبلية الفاصلة بين المسلمين والروم. وقد زاد عدد الترك في هذه المناطق في عهد المأمون والمعتصم، وكانت أعمال الجهاد تتجاوز الثغور أحيانا وتدخل إلى الجهات الغربية، ودخل المعتصم عمورية وهي تبعد عن منطقة الثغور أكثر من 500 كيلومتر، وخرب المعتصم المدينة وأحرقها. وفي عهد المتوكل أصبح الأتراك هم عماد الجيش في الدولة، وغدت الثغور الأناضولية تحت إمرتهم، وكانوا يخضعون للخليفة العباسي في بغداد أو للحمدانيين في حلب أو للطولونيين في الفسطاط. ورغم هذا الانقسام فإن القتال لم ينقطع بين المسلمين والروم، وكانت الحروب سجالة بين مد وجزر. وضعفت الدولة العباسية وفكر الإمبراطور البيزنطي بالقضاء على الدولة العباسية، وفي هذا الوقت كان السلاجق الأتراك قد وصلوا إلى غربي الدولة، ودخل زعيمهم طغرل بيك بغداد وأصبح السيد المطاع فيها، وبدأ صراعه مع الروم، فاتجه إلى ديار باكر وقاتل البيزنطيين وانتصر عليهم وعقد معهم هدنة، واشترط فيها بناء مسجد القسطنطينية، فأقيم المسجد وأقيمت فيه الصلاة والجمعة، وخطب لطغرل بيك فيه، وتوفي طغرل بيك فخلفه ابن أخيه سليمان بن داود، غير أن أخاه ألب أرسلان قد ثار عليه وتسلم الأمر ودخل مع الروم في الحرب، وانتصر عليهم انتصارا حاسما في معركة ملاد كرد عام 463. وانساح السلاجق بعد تلك المعركة في الأناضول حتى الجهات الغربية فملأوها وأسسوا أمارات فيها، ثم قتل ألب أرسلان عام 465 على يد كمين نصب له وهو في طريقه إلى الصين. وتمكن هؤلاء السلاجق الذين انتصروا في الأناضول أن يقدموا خدمات للمسلمين في أول أمرهم، إذ استردوا من الروم بعض الأجزاء التي سبق لهم أن أخذوها من المسلمين، ومنها أنطاكية ومنبج، وتأسست أمارات سلجوقية في الأناضول وأرمينيا، ومن أبرزها التي أسسها سليمان بن قطلمش بن أرسلان بن سلجوق، والتي كان مقرها قونية، والتي أطلق عليها سلاجقة الروم، ثم أعقبها قيام إمارات أخرى. وفي الوقت نفسه قامت دويلات أرمينية في أرمينيا، وأسس الأرمن الذين فروا من وجه السلاجقة واتجهوا إلى الغرب دويلة في كيليكيا مقرها أدنا، وبقيت قائمة حتى انهارت على يد المغول. وزاد توسع السلاجقة وانتشارهم في الأناضول في أيام ملكشة بن ألب أرسلان. وجاء الصليبيون عام 489 بدافع صليبي وحقد، وإن كانوا قد احتجوا بأن السلاجقة يسيئون معاملة النصارى وهم في طريقهم إلى القدس، واستطاع هؤلاء الصليبيون أن يجتازوا الأناضول التي يعمرها السلاجقة وأن يفصلوا المناطق الغربية عن المناطق الداخلية. وفي الوقت نفسه فقد أسسوا إمارة صليبية في الرها، ودعمهم الأرمن الذين كانت لهم دويلة في كيليكيا، واضطر الأمير السلجوقي قليج أرسلان صاحب النيقية أن ينقل مقر أمارته من نيقية إلى قونية
ثم اختلف الإمبراطور البيزنطي مع الصليبيين فتركهم وشأنهم، واتجه لاسترداد بعض أملاك السلاجقة، فدخل آزمير وأفسوس لانقطاع هذه المناطق عن بقية السلاجقة في الداخل بالصليبيين. وقامت الحروب الصليبية في بلاد الشام ووقف آل زنكي في وجههم، وتوفي نور الدين محمود، وقام صلاح الدين الأيوبي بالجهاد، وانتصر على الصليبيين ودخل القدس، وبموته انفرط عقد الدولة الأيوبية وتفرقت كلمة أمرائها، واستقل كل من أولاده في جزء منها، ولم تكن هناك دولة أيوبية واحدة، ولم تجدي تدخلات الخليفة العباسي للصلح بينهم. وفي هذه الأثناء بدأ الهجوم المغولي من الشرق، فخاف بعض الحكام فانضموا إليه، وحدث اجتماع لهؤلاء الذين تحالفوا مع المغول عام 634، وتقدم المغول نحو الغرب، ووقعت بلاد سلاجقة الروم عام 641 هجرية تحت سيطرة المغول، واستسلم أمراؤها لهم، وساروا معهم حربا على المسلمين، وفتحوا بلادهم لهم، وهدن أمير الموصل هولاكو، ويعد الأراتقة في ماردين عمالا للمغول، وساهم ملك الأرمن في احتلال بغداد، ومشى مع المغول نحو القدس ليملكها، ولم يتعرض المغول فعلا للنصارى، بل كانت بيوتهم آمنة في بغداد ودمشق. ثم هزم المغول في عين جالوت عام 658، وخرجوا من بلاد الشام، فصارت ظاهر بيبرس عام 675 إلى بلاد سلاجقة الروم لينتقم منها، والتقى بهم وبحلفائهم المغول والكرج في معركة البستان شمال مرعش، وانتصر عليهم انتصارا مبينا، ثم سار حتى فتح عاصمتهم قيصرية، وقد أحسن إلى أهلها وأعطاهم الأمان، وخطب له في مساجدها. ومع ضعف المغول زالت دولة سلاجقة الروم، وقامت عدة إمارات في الأناضول التي كانت متنافسة مع بعضها البعض، وتنتقل المدن من يد إمارة إلى أخرى أو المناطق، ثم تعود للإمارة الأولى عندما تتقوى أو تجد لها دعما، حتى قضت الدولة العثمانية عليها جميعا في أوقات متفاوتة.